عاملين ايه؟ النهارده هناخد درس جديد من دروس البورتريه، ازاي نرسم الاذن او الودان بطريقه سهله وبسيطه كذا اتجاه، وازاي نظللها كمان بطريقه تبان طبيعيه وفي نفس الوقت بسيطه. استنوني هرجع لكم في التفاصيل. ما تنسوش اعملوا سبسكرايب للقناه واعملوا لايك وشير للفيديو عشان كله يستفيد. رجعت لكم تاني بملمح جديد من ملامح البورتريه. هنشتغل مع بعض. هنشتغل النهاردة الودان او الاذن، هناخد كذا اتجاه ليها. ممكن لو الوقت اسعفنا ناخد كمان ازاي نظللها، لو ما كانش ناخده في فيديو جديد ان شاء الله. ازاي نرسم الودان بطريقة بسيطة؟ الودان زي ما قلت لكم برضو قبل كده زيها زي الانف، بتبان اكتر كتظليل مش خطوط وبس، لا كتظليل اكتر. طيب هنرسمها ازاي؟ احنا عندنا مثلا نعمل خط مايل ونبدأ نعمل زي شكل اسطواني، بس الناحية الكبيرة فيه على ناحية اليمين دي مع الميل. ازاي؟ ادي خط وادي الاسطوانة بتاعتي، او ممكن نكبرها كمان شوية عشان بس تبان معاكم. ليه عملنا كده؟ عشان نقدر نظبط شكل الودن بتاعنا وببساطة نبقى مستريحين. ده برضو بيتعمل بخط خفيف، انا بس اللي شايفه ومحدش شايفه غيري، زي ما بدأنا من اول درس من دروس البورتريه. خطوط خفيفة خالص نقدر نمسحها بكل سهولة، ما تسيبش اي اثر، ما تحفرش في الورقة زي ما خد. هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ نيجي من تحت الخط البيضاوي ده بشوية، ونبدأ نطلع لفوق بس بكيرف كده. ادي اول حاجة، وهنمشي مع البيضاوي دوت لحد هنا ونقف. هم شايفين؟ طيب هنيجي من تحت نعمل نفس الحكاية بس بشكل مختلف شوية. هنيجي برضو بعد البيضاوي بشوية من هنا، نبدأ ننزل لتحت نعمل الجزء الرفيع بتاع الودان من تحت. هنوصل ده بده بخط مايل شوية. خطوة خطوة امشي معايا مع الفيديو، هتلاقي الموضوع سهل خالص ان شاء الله ومفيهوش اي صعوبة. طيب هنيجي هنا مش في النص بالظبط، تحت النص بشوية. هنعمل ايه؟ هنعمل الجزء اللي بيبقى برده طالع جوه الودان. وهنطلع منه خط كده، وهناخد زي كيرف كده لتحت سنة بسيطة، وبعدين هنبدأ نطلع بيها ونعمل بالشكل ده. طيب كده خلصنا؟ لا طبعا لسه بدري. هنيجي على الخط ده وهنعمل له خط موازي ليه شوية. من هنا هنعمل خط موازي ده شوية، نازل معايا وماشي معايا لحد هنا تقريبا. تمام كده. طيب هنعمل ايه تاني؟ الخط ده البيضاوي اللي احنا عملناه ده هنحاول ان احنا
نكسره شوية. يعني ايه؟ يعني يبقى عند زوايا حادة شوية، ما بيبقاش مدور قوي كده او في دوران جامد كده. هيبقى شايفين بس عملنا بقى عامل ازاي. انا بتقل ايدي بالقلم برضو عشان يبان لكم، لكن احنا المفروض كل ده بنعمله بخط خفيف خالص بعيد عليكم تاني. طيب هنبدأ من هنا كده ونعمل كيرف واصل للحتة اللي احنا بدأناها من هنا دي. خلصنا دي. طيب الجزء اللي هنا ده يبقى فيه زي انفصال بسيط، او عامل عارفين زي حرف الفي او الدلتا بتاعت النيل، يعني شبهها شوية. عندنا هنا في زي مثلث بسيط كده، كل ده طبعا بالتظليل، احنا بس بنعمل خطوط عشان نعرف الاماكن فين وكده، كأنها زي دلتا النيل او حرف الواي. بصوا طبعا مش هنعمل اللي جوه ده. كده يبقى في جزء بسيط هنا كده. احنا عملنا الودان اللي هي بالوضع الجانبي للوش، يعني احنا شايفينها من الزاوية دي اللي هو البروفيل، او اللي هو الدرس التاني في دروس البورتريه اللي هو الوضع الجانبي للوش. دي بتبقى باينة فيه الودان بطريقة كاملة كده حسب بقى زاوية الودان. طبعا الودن مش شكل واحد بس، يعني طبعا مع اختلاف البشر واختلاف الناس كل واحد ليه ودن شكلها مختلف، اللي ودنه صغيرة واللي كبيرة واللي مسحوبة لبره شوية واللي رفيعة، في اشكال كتير جدا. برضو الفيديو مش هيساعد ان احنا نعملها كلها، بس احنا هنحاول ان احنا ناخد نبذات بس كده سريعة منها. بنفس الطريقة دي ممكن نرسم الوضع اللي هو الثلاث ارباع، يعني لما الوش بيبدأ يلف معانا شوية. ايه دي الخط والبيضاوي اهو، وهنعمل ايه؟ ايه دي الودن بتاعتنا. من الأول هنا هنعمل الخط اهو هنا، ويجي البيضاوي من الناحية اليمين تبقى أكبر شوية. هنبدأ نعمل ايه؟ برضو هننزل شوية عن الخط ده. اتأكد ان انا برسم جوه الفيديو تمام اهو، ونبدأ نطلع لفوق. بس المرة دي الزاوية بتبقى كبيرة شوية، ونعمل نميل كده. بتبقى متقسمة اكتر من دي، من الوضع ده شوية، يعني حادة شوية. ننزل كده، وقلنا هنعمل من تحت هنا الجزء بتاع الودن من تحت، نطلع بيه لهنا تمام. نعمل ايه كمان؟ هنجيب، بصوا احنا ماشيين تقريبا بنفس الترتيب، الجزء ده اللي هو هنا الحتة دي، في ناس بتبقى عندها شكلها يعني دائري شوية كده، في ناس بتبقى فيها قسمة بسيطة من النص، برضو على حسب شكل الودن نفسها. هنطلع من هنا بالكيرف ده
فيبقى هنا كده، وهننزل بكسرة بقى جامدة شوية هنا ازاي اللي هي الجزء ده. عندنا هنا الحتة دي هتبان قوي في الوضع ده، يعني هنيجي من هنا كده هنا وهيبدأ يطلع بروز لحد ما يلامس الخط بتاع الودن نفسه، او ممكن يبقى بارز عنه كمان. شايفين ده؟ لان الودن لفت معانا وبدأنا نشوف اجزاء واجزاء تانية تختفي معانا اهو. ودوت الجزء اللي هنا، نجيب من دي بس كده الاول، وبعدين ادي الجزء اللي هو ايه اللي فوق ده لما لفت شوية. تمام. طيب هتلف كمان اكتر. كل ما بتلف الجزء اللي هنا ده بيقل خالص ان احنا نشوفه، ويبدأ ده يبقى بارز اكتر، والمسافة دي بتقل ان احنا شايفينها بزاوية. يعني بصوا هنا المسافة قد ايه، بصوا هنا قد ايه، هنا هتقل اكتر كل ما بيلف الوش، كل ما بتبدأ تصغر وما تبانش كل تفاصيلها من جوه. طبعا ادي الودن برضو لفت اكتر، شايفينها ازاي؟ طيب هنا بقى لو الودان دي بقى بالجنب بقى قوي قوي، يبقى البيضاوي ارفع. هنعمل كده دي. طبعا احنا بنمسح بقى الخطوط الزياده دي، دي لو احنا شايفين الودان من الجنب قوي. طيب اخر حاجه لو شايفينها بقى من ورا، يمكن ما خدناش البورتريه من ورا، بس هو لانه ما فيهوش رسمه غير الشعر، ما فيش غير الشعر اللي ممكن نرسمه من ورا يعني. طيب الودن لو من ورا بقى معانا اهو، ادي البيضاوي، البيضاوي بقى ممكن نعملها الناحية التانية دي عشان المكان.
هنبدأ هنطلع مع الكير مع الكير مع الكيرب ده، هنطلع من هنا اهو، وهنيجي هنا هنعمل خط كده وهنكمله كده. ده هيبقى شكل الودان لو شايفينها من ورا. بس لو شايفينها بزاوية برضو اكتر شوية عشان ما تقولوش ان انا سبت حاجة يعني. طبعا ده الاساس، بس ايه شكل بقى الودن بيختلف من ودن لودن يعني. هنتكلم بس على الزوايا بتاعتها كده مثلا. وهنبدأ برضو نجيب من هنا كده مكسورة، من هنا نمشي مع الكير. بس هنبدأ بقى ايه، لحد ما نوصل للجزء اللي تحت ده، شايفينها اهي، وهنطلع بزاوية كده ونبدأ نعمل الجزء ده. دي لو ايه الوش لف شوية. طيب ممكن كمان يلف اكتر، نلف هنا الوش بظهره بس معدول زي الوضع الامامي كده، ده وضع خلف اهو. هنا لو لف شوية بقى تلات ارباع شوية. طيب لو لف اكتر، هبدأ ان انا اشوف جزء بسيط خالص. هطلع الكيرف ده كده الاول، هنزل بالخط ده لحد الجزء اللي من تحت ده بتاع الودن، ومن هنا نفس الكلام اهو، ده الجزء بس اللي هيبان من الودن. لو هي ايه بصوا حته بس الصغيره دي، ده لو الوش لافف قوي معانا. بتهيألي كده غطينا تقريبا اغلب، بس عليكم الفيديو شويه، غطينا اغلب الاوضاع بتاعه الودن والزوايا بتاعتها وازاي ممكن نرسمها. ناخد بقى ازاي هنظللها مع بعض، نرسمها لكم على كبير شوية ونظللها مع بعض. هنرسم بقى الودان تاني بشكل سريع، نحاول هنا نخفف خطوطي شوية عشان لما امسح او اظلل مبقاش باينه معاكم. دقينا الاول واحنا بنرسم بس عشان ايه تشوفوا معايا كويس. هنبدأ زي ما عملنا كده، ممكن نعمل الوضع الجانبي. لو انتوا حابين ان انا اعمل لكم سوري ده الوضع الجانبي للوش، لو حابين ان احنا نعملها ارسم لكم الاوضاع التانية بتظليلها برضو، مفيش اي مشكلة قولولي وانا اعملها وانزلها لكم برضو فيديو لوحدها منفصل، لان طبعا كل ما بتختلف الزاوية كل ما التظليل بيختلف طبعا. Thank you.
كده، رسمت الودن كده بسرعة. هبدأ امسح الخطوط كلها اللي انا مش عايزاها واخفف على اللاين اللي انا عملته عشان اظلل. سيبت الفحم بقى، هبدأ اخف الخطوط بتاعتي زي ما عملنا بالظبط لما زللنا الانف. عايزه خطوط بسيطه انا بس اشوفها عشان ما تضايقنيش في التظليل. اول حاجه هعملها هجيب القلم بتاعي اللي انا برياه قوي كده ومبينه السن فيه او ماده الجرافيتي فيه دي بشكل كبير. كان حد طلب مني ان انا اوريكم ازاي نبري القلم، هعمله لكم فيديو كده لوحده دقيقه ولا حاجه عشان تقدروا توصلوا له بسهوله. يعني هنعمل ايه؟ هنيجي هندي تون او درجه لون كده خفيفه للودان كلها. كل ما القلم بيبقى عامل معانا كده او السن كبير، كل ما هبصه هيدي معاكم مساحة كبيرة على طول. بصوا وبقى هو مستريح على الورقة. شفتوا ازاي؟ انا هعمل بس ايه تون خفيف كده لكل الوجه. احنا اتفقنا قبل كده ان احنا بنبدأ التظليل بنبدأ فواتح ونبدأ نغمق سنة سنة في الاجزاء اللي احنا عايزينها، ما نبدأش ابدا ابدا بالجزء تقيل قوي نسيب الباقي، يعني نبدأ بالتقيل ونسيب الفاتح. لا العكس، هندي الفواتح حتى في الحتة الغامقة نديها فاتح وبعد كده نبقى ايه نتقل. التونات الفاتحة نقدر نصلح فيها بسهولة شوية عن الغامق، يعني احنا لو ظللنا غامق قوي يبقى صعب شوية ان احنا نمسحها او ان احنا نفتحها شوية، بتبقى غلسة قوي يعني. احنا ادينا تون عام كده، لازم بقى الورق اللي تحت ايدي دي وانا بظلل عشان ما بعدلش اي منطقه عن التانيه. طيب انا عندي بحدد انا اضاءتي فين، انا ممكن اقول ان الاضاءه مثلا جايه من هنا، ماشي. فبالتالي ان الاجزاء اللي باينه او اللي فيهاش الاضاءه دي هتبقى منوره، واللي في ظهرها هتبقى ضلمه يعني او غامقه جدا. طب ازاي؟ يعني مثلا هنا جاي عليها النور، فالجزء اللي وراها لان ده وراها مش امتداد ليها، اللي وراها ده بيبقى غامق. يعني المنطقة اللي ورا دي كلها كده هنا تبقى غامقة معايا شوية. انا برضو مش هدي التون الغامق قوي 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 دلوقتي، انا بحدد لنفسي بس فين مناطق غامقة شوية عن التون اللي انا عاملاه. عندي هنا غامق شوية، فين كمان غامق؟ عندي هنا برضو غامق شوية ورا التانية اللي في الودن برضو دي. وهنا كمان كل امتداد الايه
الخط ده. لو فاكرين احنا قلنا هنا في زي حرف ال V او ال W من فوق اللي هو الدلتا، فده برضو بيبقى داخل لجوه شوية، فبالتالي في غمقان في الحتة دي، او عامل زي مثلث كده ازاي. هنا كمان غمق شوية، زي ما قلت لكم برضو الودان بتبان اكتر بالظل والنور مش خطوط. احنا الخطوط دي بنحدد بس مكان الزوايا بتاعتها فين، داخله منين جايه منين كده. شكل الودن نفسها، حجمها، احنا برضو اتفقنا ان الودان بتبقى من اول الحاجب لحد اخر الانف كمكان يعني. هتلاقي كل ده في الدروس البورتريه بتاع كورس البورتريه اللي نزلت. شايفين انا شغاله ازاي اهو، يعني بدي تونات فاتحه وبعد كده ابدا اغمق في الحتت اللي فيها غمق شويه، وعلى مهلي خالص التظليل، مش عايز اي استعجال، مش عايز نشخبط كده وخلاص، مع ان في اسلوب في التظليل عامل زي الشخبطه، بس برضو بيبقى بدراسه، مش شخبطه وخلاص يعني. يبقى الفنان عارف يظلل كويس قوي صح، هو عارف وصل لمرحلة كويسة قوي، بيلجأ بقى للأسلوب ده لأن هو عايز ده، مش هو مش عارف يظلل، لا هو عايز يبان تأثير التظليل زي الشخبطة كده أو التهشير. لكن احنا عشان لسه بنتعلم في البداية، فايه ناخدها واحدة واحدة وناخد الصح الأول، بعد كده نعمل اللي احنا عايزينه يعني. وانا لو لاحظت انا بعد القلم كده في الاماكن الرفيعه قوي اللي انا عايزه ادخلها بسن القلم، لكن لما اجي اظلل بروح ماسكاه عشان يديني المساحه بتاعتي، امسكه بالجنب. Thank you.
طبعا الودن برضو زي الأنف، احنا بنبدأ نظلل البشرة اللي حواليها معاها، لأن احنا بنعمل كل ده عشان نقدر نرسم البورتريه على بعض. فبنظلل البشرة اللي حوالين الودن مع الودن نفسها، ده برضو بيخلينا نقدر نتحكم شوية في التونات ونبرز الشكل يبقى طبيعي أكتر. يعني هنا هي مثلا رامية ظل على الجلد اللي تحتيها او اللي وراها، فلازم ده يبان عشان ابدأ ان انا اوضحها اكتر. زي ما بيقولوا ايه، التضاد يبرز المعنى ويوضحه. هنا في الرسم اسمه بقى كونتراست. كونتراست ده هو اللي بيبين او بينطق الحاجة كده. طبعا احنا برضو نزلنا فيديو قبل كده عن ادوات التظليل بالرصاص او الفحم، ايه هي الادوات وازاي نظلل، اكيد انتوا اتفرجتوا عليه. لو متفرجتوش عليه ياريت تشوفوه قبل ما تبدأوا اي حاجة فيها تظليل. احنا لو مش عارفين احنا هنستخدم ايه وهنظلل ازاي يبقى ملوش لازمة الفيديو يعني. التظليل كمان من الحاجات اللي مش من اول مرة تظبط معانا، لازم نجرب كتير وممارسة كتير وتدريب كتير. مينفعش انا ابدأ اظلل فلاقيها طالعة معايا مش حلوة خلاص ايأس، انا مش عارف ما بعرفش اظلل ومش هعرف اظلل وعمري ما هبقى بعرف استخدم القلم الرصاص. لا يعني انا لغاية دلوقتي بتعلم وبجرب، واوقات ما بيطلعش معايا الحاجة مظبوطة 100% ومبقاش راضي عنها، اعيدها تاني تالت ورابع وعاشر، ما عنديش اي مشكلة، المهم اوصل للنتيجة اللي انا عايزاها. هنيأس ونقول لا مش قادرين او ملينا او كده، لا مش يعني مش من اسلوب الفنانين بقى.
حاسه الخط اللي في النص ده مخفش معايا قوي في المسح، انا هحاول اخففه تاني عشان مش عايزه يبان خط، انا عايزه يبان كله ظلال او شادو. تقدروا برضو تبصوا على ودان اي حد معاكم في البيت او ودانكم في المراية لو عرفتوا، يعني شوفوا الشكل نفسه عامل ازاي، او مثلا على الانترنت شوفوا صور كتير الودان متظللة او حتى ودان حقيقية. لما بنشوف كتير شوية عينينا عاملة زي الكاميرا، مش الودان بس، لأي حاجة العين بتسجل، وغصب عننا واحنا بنرسم او بنشتغل ده بتبدأ تسترجع الحاجات اللي احنا شفناها دي وتستخدمها وتستغلها واحنا شغالين حتى من غير ما نقصد. يعني الفنان بالذات لازم يبقى شاف كتير، لازم يبقى حتى مثلا واحنا في الكلية كانوا يقولولنا لا روحوا معارض كتير واتفرجوا على اساليب كل فنان بيرسم بأسلوب مختلف، اتفرجوا على معارض كتير، اتفرجوا روحوا جاليريهات، اتفرجوا على الانترنت يعني في المكتبة. فده كان فعلا بيفرق معانا، بيفرق من واحد ما شافش كتير او عنده معرفة سطحية من واحد تاني لا عنده حاجات متسجلة كتير قوي. يعني احنا عايزين نبقى فنانين مش بس بنقلد الصورة او الشكل اللي قدامنا، احنا عايزين نبدع بقى ونبقى جوانا بقى ناحية ابداعية كده، ونبدأ ان احنا نقدر نرسم من خيالنا اللي احنا عايزينه. ده طبعا اللي حابب يبقى كده، اللي حابب بس ان هو يتعلم عشان يقدر يرسم حاجة قدامه وما يحطش فيها اي حاجة تدل على شخصيته او ناحية ابداعية من عنده، برضو ده بيرجع له كنتو. يعني ان كل ما بدي تونات بتبدأ تظهر اكتر ازاي. التظليل ده من الحاجات المهمة جدا، زي ما قلت لكم في درس التظليل الابيض واسود بالذات لازم نتمكن منه قوي عشان نقدر نفرق ما بين الملامس. يعني الودان مثلا دي جلد ناعم قوي، غير مثلا لو بنرسم قماش، لو بنرسم خيش، لو بنرسم حرير، لو بنرسم ازاز، فكل حاجة بيبقى ليها اسلوب في التظليل بحيث ان هو يبين
الخامة بتاعتها او الملمس بتاعها من غير ما احنا نبقى مينفعش نكتب جلد يعني، لا احنا عايزين الصورة نفسها تتكلم عن نفسها. طبعا كل نحترف اكتر كل ما بقى نبدأ نعمل مثلا التفاصيل اللي في الجلد، شكل المسام، الحاجات دي. بس انا مش عايزة ادخلكم في القصة دي قوي دلوقتي، احنا لسه يدوبك بنتعلم يعني. زي ما قلت لكم برضو احنا بنرسم العين، لا احنا بس هنتعلم بس يعني حاجة تبينها حقيقية شوية، لكن برضو مش اللي هي 100% يعني 100% دي عايزة فيديوهات وعايزة ساعات طويلة ان احنا نبدأ ناخد تفصيلة تفصيلة ومسام الجلد، ولو في شعر في الجلد، لو في حسنة، لو كل ده عايز وقت وعايز تمكن قوي في التصوير كبداية يعني، سواء بقى رصاص او الوان. كل ما بغلل بالراحة كل ما الموضوع انا معايا شوية، بس بحاول اخلص بسرعة بحيث ان وقت الفيديو ميبقاش كبير.
انا هكتفي بالجزء اللي انا عملته دوت. يا رب تكون واضحة بالنسبة لكم وسهلة تقدروا تعملوها بسهولة. مش قادرة ابطل تظليل، فيعني ايه، انا بس حاسة ان الفيديو كده هيبقى طويل قوي عليكم. طبعا لو عايزين بقى تفاصيل اكتر كده اكتبولي في كومنت وانا هبقى اعملها لكم. ولو عايزين برضو اوضاع تانية للودن بالتظليل قولولي برضو وانا اعملها لكم، مش اي مشكلة. ما تنسوش بقى اللي مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل لايك وشير للفيديو. مستنية اي استفسار او اي حاجة منكم في كومنت تحت الفيديو. مستنية تطبيقاتكم للناس اللي بتشتغل معايا الكورس دوت. اشوفكم فيديو جديد وملمح جديد من ملامح الوش. وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله على خير.